طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في محاضرة مجانية من دورة المعلم المحترف. معاكم مستر أحمد الهنداوي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن أساسيات دورة المعلم المحترف اللي إحنا دخلنا جروب الواتساب بتاعها، واللي منكم بيتابعني على الفيسبوك برضو يعرفني من سواء من الفيسبوك أو من جروب واتساب دورة المعلم المحترف. للي لسه داخل النهارده واللي قبل كده برضو اهلا بيكو. ان شاء الله النهارده هنستعرض مهارات الدورار اللي احنا بناخدها. خلاص، برحب بيكو الاول كلكم جميعا، يعني اكيد من اماكن مختلفه. فعايز كده بس في التعليقات مبدئيا كده تقولوا لي انتوا من محافظه ايه، يعني كل واحد كده يكتب لي في التعليقات من اي محافظه، او لو من بره مصر يكتب من بره مصر. نتشرف بحضراتكم طبعا جميعا. القاهرة، تمام. الإسماعيلية، مس هبة، أهلا وسهلا. مس رشا، القاهرة، أهلا وسهلا. مس دينا، الشرقية، أهلا وسهلا بحضرتك. سوهاج، أحفظ الناس، أهلا وسهلا، أهلا بحضراتكم جميعا طبعا. زي ما أنتم شايفين دي محاضرة أونلاين، العبور في القلب. ماشي مستر عمر. اهلا وسهلا مستر عمر. مس اماني اليكس، اهلا وسهلا، اهل اسكندريه. مس اماني كامل التقهليه، احسن ناس طبعا. طبعا برحب بحضراتكم جميعا. طبعا زي ما انتم شايفين دي محاضره اونلاين، وتجمع ناس من اماكن مختلفه. هو ده فكره التعليم الاونلاين، ان احنا نقدر نجمع ناس من اماكن مختلفه، فاحنا مش مرتبطين بالمنطقه بتاعتنا او المكان اللي احنا بندي فيه، زي الدروس الاوفلاين كده او الدروس اللي هي على الارض. اهلا وسهلا بكل اهل قنا، اهلا وسهلا يا استاذه زينب. تمام، فاحنا مش مرتبطين بكل الناس اللي على الارض مثلا، او المنطقه بتاعتنا، او الدروس اللي حوالينا، الشوارع اللي حوالينا. ما نقدرش نبعد اكتر من مسافه معينه علشان نقدر يعني ايه نشتغل. اما طبعا الاونلاين فانتوا شايفين احنا من محافظات مختلفه، داخلين من اماكن مختلفه، كلنا في محاضره واحده. اوكي، فكنت عايز ابدا بالفكره دي، نخليها في دماغنا. من مميزات التعليم الاونلاين نقدر نشتغل مع الطلبه من اي مكان، زي ما انا اقدر اشتغل مع طلبه من جميع المحافظات. لو انا عندي مثلا مجموعه لصف دراسي مثلا تامن اللي هو الثانيه اعدادي، او صف دراسي تاسع اللي هو تالت اعدادي، خلاص اشتغل بقى من كل المحافظات. خلاص، بدل ما بشتغل مع اتنين تلاته من جنبي، لا اشتغل مع كل الناس من اي محافظه عن طريق الاونلاين. تمام، الغربيه، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا استاذه مروه. تمام، برحب بحضراتكم جميعا. انا معاكم مستر احمد الداوي. ان شاء الله النهارده هنتعرف على مهارات العمل اونلاين، وايه هي اهم المهارات اللي بناخدها في دورة المعلم. تمام؟ طيب، مبدئيا عايز اقول لكم ان شغل الاونلاين انتشر كتير قوي في الفترة اللي فاتت دي. بنتكلم ان هو كان على عدد محدود كده قبل كورونا، قبل 2020، وطبعا حصلت مشكلة كورونا، الناس كلها قعدت في البيت، وابتدى يطلب من المدرسين ان هم يقدموا فيديوهات ويسجلوا. مين فاكر الاحداث دي؟ مين اللي شغله اتأثر ايام كورونا؟ و يعني ما بقاش عارف يدي الدرس، او ما بقاش عارف يروح للمدرسه، او اللي في شغل خاص في بعض المدارس الخاصه مثلا على سبيل المثال وقفت المرتبات كمان. وفي ناس دروسها ما كانتش شغاله، صح؟ مين فيكم اتأثر ايام كورونا؟ انا عارف ان ممكن يكون في ناس لسه فريش جرادز، يعني اشتغلت بعد 2020، لان في خريجين جدد ما شاء الله برضو بيبقوا معانا. مستر عمر، اتأثر الشغل؟ تمام، طبعا اتأثر الشغل بشكل كبير. أولا طلب مننا، تمام يا مس نيفين، الطلب مننا نعمل إيه؟ مين فاكر؟ لازم تقعد في البيت تدي فيديوهات، صح؟ طب أنا يا جماعة مش بعرف أطلع بوشي، طب أنا يا جماعة طب أسجل إزاي؟ طب التليفون الكاميرا بتاعته مش حلوة. مين فاكر الأيام دي كلها؟ أنا فاكر الأيام دي حرفيًا. خلاص؟ الفيديوز كانت مرهقه جدا لان الموضوع كان جديد. مظبوط يا مس رشا، اللي فاكر الايام دي حرفيا كانت معاناه. معاناه لمين؟ معاناه لكل حد بعيد عن التكنولوجيا، معاناه لاي حد كان بعيد عن التعليم الاونلاين. طيب، عايز اقول لكم بقى ان بالنسبه للناس اللي كانت شغاله اونلاين،
ده كان طاقة القدر اتفتحت لهم. ليه؟ علشان ابتدت نسبة الطلبة اللي متحولة اونلاين تزيد خلاص، ونسبة الطلبة اللي خايفة من الكورونا واهاليهم خايفة عليهم مش عايزين ينزلوهم وعايزين يدي لهم دروس اونلاين. الموضوع انتشر جدا، وعايز اقول لكم ان من 2020 حتى بعد انتهاء الكورونا الاونلاين في تزايد في مصر. خلاص عندنا يعني رقم عايز اقوله لكم هيخض. الرقم النهارده وصل ل 180 الف واحد بيتعلموا اونلاين. خلاص 180 الف دول شاملين جميع المراحل من اول كي جي 1 لحد المراحل الجامعيه، كل التخصصات بقى. طبعا ده رقم مهول. طبعا اغلبهم هتلاقي ثانويه عامه ناس كتير بتاخد اونلاين. مين يعرف حد طالب في ثانويه عامه بياخد دروسه اونلاين؟ ما بينزلش، يعني بياخد الفيزياء والكيمياء والاحياء والعربي والكلام ده اونلاين. مين يعرف طالب في جامعه بياخد كل دروسه اونلاين؟ تمام. مين يعرف طالب في ابتدائي؟ طب مين يعرف ناس في السفاره مثلا على سبيل المثال السفاره المصريه، يعني مصريين عايشين في السعوديه، عايشين في الكويت، عايشين في مثلا في عمان، عايشين في قطر، عايشين وبيدرسوا المنهج المصري. وطبعا ما فيش مدارس بتدرس المنهج المصري هناك، فبيعملوا ايه؟ بياخدوا عن مدرسين مصريين اونلاين مع اكاديميات اونلاين، صح؟ وفي الاخر بيخشوا امتحان السفاره اللي هو بيبقى الكتروني اصلا كمان من على موقع السفاره، وبيخشوا يحلوه، صح؟ كل الدراسه هنا ايه؟ كل الدراسه اونلاين. خلاص؟ فدي مقدمه اللي هو اهميه العمل الاونلاين. طيب كمان بعد كده عندنا ايه؟ عندنا بعد كده شغل الاجازه بقى، وما ادراك ما الاجازه وفراغ الاجازه والوقت الكبير الضايع اللي بنضيعه في الاجازه، خلاص؟ في حين ان احنا ممكن نشتغل فيه برضه، يعني لو حضرتك مدرس مثلا تقدر تدي مجموعات تقويه، لو بتاع انجليش ممكن تدي مثلا كورسات، تمام؟ لو عربي ممكن تعلم مثلا خط اونلاين عادي جدا، كل الكلام ده. لو رسم ممكن تدرب على الرسم اونلاين، خلاص؟ يعني مصادر الدخل مختلفة في الأجازة، وإذا أتقنتها ممكن تبقى مصدر دخلك الأساسي. تمام؟ ماي دوتر، مس دينا بتقول ماي دوتر، تمام؟ طيب حلو جدا، جميل. يبقى كده الأونلاين مهم جدا. طيب شغل الأونلاين محتاج حاجتين اتنين، خبرة أكاديمية زائد معرفة بمهارات التعليم الأونلاين. خلاص؟ الخبرة الأكاديمية إحنا مش هنتكلم فيها، كلكم ما شاء الله ممتازين ويعني اكيد بارعين في موادكم، الدراسات العربي للرياضه الانجليش زي حالتي كده انجليزي، عارفين الماده كويس وفاهمينها وبتوصلوها بشكل، وانا متاكد ان كلكم ممتازين ما شاء الله. طيب يتبقى الشق الثاني بقى، المهارات. انا ما بعرفش استخدم الاونلاين، انا ما بعرفش ادخل، انا ما بعرفش اعمل. خلاص خليني اقول لك ان الاونلاين، واجاوبك على اول سؤال في دماغك، انا حاولت وفشلت، ماشي؟ لا، انت بتبدا الاونلاين من الصفر، تمام؟ انا مش عارف الاونلاين بيمشي ازاي. ما انت عملت اول خطوه منه النهارده، انت حضرت معايا المحاضره، صح؟ دخلت ولا ما دخلتش؟ سامعني ولا مش سامعني؟ اوكي، محاضره شغاله معاك ولا مش شغاله معاك؟ ها، لو كانت اجابتك على كل الكلام ده صح او نعم، اكتب واحد كده في التعليقات. يلا، المحاضره شغاله معاك، حاسس ان انت بتاخد فعلا درس ولا مش حاسس ان انت بتاخد درس؟ يعني حاسس، قصدي ان انت بتاخد محاضره كويسه، مستفيد إلى الآن ولا مش مستفيد؟ اكتب واحد في التعليقات. طيب ما شاء الله، مس رشا، مس دينا، مس أماني، ومس تكين، تمام، مستر ياسر، مس مروة، مس زينب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مستر عمر، ربنا يبارك في حضرتك، أنا استفدت وما زلت أستفيد، أهلا وسهلا بحضرتك مستر عمر، منورنا طبعا. زيزو، تمام، أوكي. احنا دلوقتي بنقول ان احنا مستفيدين من محاضره اونلاين، اول مره نحضر اونلاين، ممكن تكون اول مره تحضر اونلاين. خلاص، انت ضغطت على الرابط ودخلت دلوقتي جوه المحاضره. طيب تعرف ان احنا دلوقتي على برنامج اسمه برنامج ايه؟ برنامج زوم ورك بليس. زوم ورك بليس، البرنامج ده بيعمل لنا محاضره افتراضيه عن طريق الانترنت. عن طريق الانترنت، خلاص. وفي ادوات تحكم، يعني انا مثلا اقدر اقفل الصوت على الناس كلها بحيث ما حدش يقدر يفتح الميكروفون، خلاص، واقدر اقفل الشات اللي انتوا بتكتبوا فيه ده دلوقتي ما حدش يقدر يكتب فيه، واقدر اخلي الطلبه كلها تتكلم واحد ورا الثاني، يعني افتح لواحد بس يتكلم والباقي كله يسكت، واقدر ان انا اخلي كل الطلبه فاتحه كاميراتها
بحيث ان انا فاتح الكاميرا والطالب هجاوب على حضرتك حاضر، والطالب فاتح الكاميرا بتاعته فانا شايف الطالب بيعمل ايه. عشان الطالب ما يتوهش عن نظرك لازم يكون الطالب فاتح الكاميرا بشكل اساسي، حتى لو انت ما فتحتش الكاميرا. وبرضه هنقول دي فيها عيب، يعني دي فيها عيب ان المدرس على النت ما يفتحش الكاميرا، دي فيها عيب. خلاص تمام. حتى لو انت ما فتحتش الكاميرا لسبب ما، لازم الطالب يكون فاتح الكاميرا. طيب ليه الطالب لازم يكون فاتح الكاميرا؟ علشان تبقى حضرتك عينك عليه، عارف هو مثلا اصل هو فاتح الكاميرا ممكن ببساطه يمسك التليفون ويلعب فيه، صح؟ اهو انا فاتح التليفون وبلعب، انتوا مش شايفيني. خلاص يا محمد يا محمد يا محمد محمد، على ما يجي يرد محمد مش عارف احنا بنقرا فين وشغالين في ايه. خلاص كل ده عشان محمد مش فاتح الكاميرا. خلاص طيب تعالى بقى للمدرس ذات نفسه. الطالب وهو شايفك بيعمل لك احترام وبيعمل لك تقدير وبيقدرك، خلاص زي ما حضراتكم دلوقتي شايفيني، اكيد مستوى التقدير يختلف لو انتم مش شايفيني. لو انتم مش شايفيني ممكن عادي، طيب انتم شايفيني، ها مستوى التقدير بيزيد، صح ولا لا؟ خلاص طب لو انتم كمان فاتحين الكاميرات، التواصل بتاعنا هيبقى تواصل ايه؟ تواصل عملي، شايفين بعض، بنكلم بعض، تعبيرات الوش. طيب في حاجات طبعا ما نقدرش ان احنا نطفي فيها الكاميرا. Some of them join the meeting and sleep. مش دينا بتقول ناس فعلا بالظبط كده بتخش الميتنج وتنام. ما هو عارف ان ما الكاميرا رقيب، عارف عارفين يعني ايه رقيب؟ يعني رقيب يعني انت مراقب المدرس الطالب، خلاص؟ فعارف لو سرح كده او بص كده او بص كده عارف ان الكاميرا جايبها. خلاص ف بدون يعني الدخول في تفاصيل الموضوع، لو انت مدرس بيشتغل بالصوتيات مثلا او تجويد في القرآن، او وشك لازم يكون حاضر قدام الطلبه، اعرف ان ده بنسبه 30% بيعمل فاعليه ما بينك وبين الطلبه الاونلاين، غير بقى ان هم طافين الكاميرا وانت طافي الكاميرا، هم في وادي وانت في وادي، وايه مفيش تواصل فعال. فدايما خلي الكاميرا مفتوحه عندك وعندهم على قدر الامكان. خلاص دي اول نصيحه. تاني نصيحة، احنا على برنامج زوم بنقدر كمان ان احنا نشارك الشاشة. تعالوا كده نشوف مشاركة الشاشة. في عندنا زرار اسمه شير سكرين في الزوم، سواء زوم الموبايل او زوم الكمبيوتر. احنا نقدر ننفذ الاونلاين او التعليم الاونلاين من خلال زوم على الموبايل او زوم على الكمبيوتر. فكده او كده هنعمل نفس الخطوات. طيب دلوقتي انا بعمل ايه؟ دلوقتي انا فتحت برنامج زوم وفعلت خيار المشاركة الايه؟ الشاشة. طيب في مشكلة في الصوت عند مين يا مس شاهد؟ عند طيب مش حاضر 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 حاضر، في مشكلة في الصوت عند حضرتك، تمام. طيب هنبعت لها دلوقتي فيديو توضيحي صغنطوط كده ايه تقدر منها ان هي توصل لتفعيل الصوت عندها، اسمه ضبط وتشغيل صوت المحاضرة. اوكي خلاص يا جماعة خليكم معايا، احنا كده عملنا ايه؟ احنا دلوقتي فتحنا شير سكرين. اوكي يلا بينا نقدر نفتح للطالب دلوقتي يا مستر اي حاجة، نقدر نفتح له اي حاجة، وليكن خلينا كده نتوكل على الله ونبدأ انا كنت لسه فاتح ليا ابن يعني ابن يعتبر ابن بنت خالتي، خلاص موجود في السعوديه، وكان بيرجع مهارات مهنيه والتكنولوجيا. خلاص بما ان المهارات المهنيه والتكنولوجيا حاضر حاضر الصوت بيقطع. طيب حاضر اعتقد ان هو هيبقى شغال، اكدوا عليه كده الصوت مظبوط ولا لسه؟ طيب لحظة خليكم معايا، الصوت واضح. طيب تمام حلو حلو جدا حلو جدا. خلاص احنا هنبعت لها صورة بس. مس شهد حاضر، هنبعت لمس شهد صورة كده فيها تظبيط الزوم، وهي بس ايه تمشي على الصور. خلاص ادي الصورة الأولى اهي، وادي الصورة الثانية. اوكي تمام. طيب ف
فانا فاتح كتاب عارفين مين عارف مذكره المتميز دي، فيها كل حاجه، في دراسات، في علوم، في كونكت بلس مثلا، كنا بنراجع كونكت بلس مع الولاد امبارح خلاص. فانتوا لو انتم ملاحظين ده ايه من داخل المطبخ صح؟ يعني كان عندي الولاد داخلين زي ما حضراتكم داخلين كده في سته ابتدائي امبارح كونكت بلس، وكنا عمالين نحل. حتى تلاحظوا حضراتكم ان ايه؟ ها الكتاب محلول صح؟ طيب اذا كنا بناخد الطلبه واحد واحد خلاص كده. الطالب الاولاني مس علياء تفتح التليفون المايك كده وتجاوب معانا، يلا نمبر 1 وين يو كذا in the form please use black ink fill in the form. ناخد ونقول شطار تمام، اللي بعده مس اماني، اللي بعده مس دينا، وهكذا. وكنا بناخد الطلاب شرح على ايه؟ البي دي اف. طبعا البي دي اف زي ما حضراتكم عارفين انت ممكن تنزل المنهج بتاعك كاملا، تبدا مع الولاد من الوحده الاولى الدرس الاول كل يوم تشتغل معاهم عن طريق كتاب البي دي اف. حلو، يبقى زي ما احنا بنجيب الكتاب الخارجي وبنشتغل بيه في الدرس او في الدرس الخاص او في الدرس في السنتر او الكلام ده كله، بنقدر ان احنا ننزل الكتاب الخارجي او نصور كتابنا احنا، يعني كتابي انا بشتريه الكتاب الخارجي واصوره واحطه على النت اعرضه، والولاد كل واحد شاري الكتاب بتاعه ونمشي مع بعض النهارده خليهم يحفظوا الكلام ده، بكره هقفل الشير خالص واخد الولاد تسميع، يلا يا ولاد سمع الكلمه الاولى سمع الكلمه الثانيه تمام، الكاميرا بتاعته مفتوحه عشان ما يغشش عشان ما يبقاش فاتح الكتاب معاه، وهكذا خلاص. طيب يبقى اول حاجه واول طريقه عرض هي ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول طريقه عرض هي ايه يا جماعه؟ عرض ايه؟ البي دي اف. عندك بي دي اف للمنهج، مذكرتك، كتاب خارجي، تقدر ان انت تعرض عليه المنهج. طيب يا مستر كويس، هو انا يا مستر اقدر افتح بقى بما اني بعمل مشاركه كده للشاشه، اقدر ان انا افتح يوتيوب؟ اه تعالى كده ادخل مع الطالب واعمل مشاركه لسطح المكتب وافتح اليوتيوب بكل بساطه، يلا بينا. ها مين هنا تخصص علوم؟ مين هنا تخصص علوم؟ مين هنا تخصص قرآن؟ تخصص علوم او تخصص قرآن؟ يلا تخصص علوم او تخصص قرآن تمام. لو انت مثلا تخصص علوم والنهارده هل بتشرح للولاد مثلا الخلايا النباتيه والخلايا الحيوانيه؟ تمام، علوم ماني ماشي. زيزو، انا مش عارف زيزو هو الاسم ايه بس يا ريتني اقول الاسم، ماشي يا ريتني اقول الاسم، انا مش عارف يعني اتكلم حضرتك تمام. مستر عبد العزيز اهلا وسهلا منور. لا خلاص عرفنا نقول زيزو بقى. تمام طيب حلو جدا، يلا بينا يا مستر. تخيل ان مستر عبد العزيز او مس اماني عايزين النهارده يوروا الولاد حاجه عملي عن الخلية النباتية والخلية الحيوانية، وممكن تكون مس أمان ساينس بالإنجلش ومس عبد العزيز علوم بالعربي. عادي جدا هنعمل مقدمة الدرس إن إحنا هنفتح فيديو اليوتيوب ونوري السولياسيس ده الولاد. عبارة عن ايه؟ كل ما اجي اكل حاجة سواء وجبة او سناك اقعد كده مع نفسي بس عايزكم بس تأكدوا عليا كده إذا كان صوت اليوتيوب طالع دلوقتي. النباتات والحيوانات، وبشكل عام هناك نوعان من الخلايا، هي الخلايا بدائية النواة والخلايا حقيقية النواة، وتندرج الخلايا النباتية والحيوانية تحت الخلايا حقيقية النواة. أهلا بكم، حلقة اليوم ما الفرق بين الخلية الحيوانية والنباتية؟ تبدأ بنية الخلية بصورة عامة في جدار وغشاء الخلية الذي يقوم بحماية الخلية وتنظيم. تمام جميل الموضوع جدا. طيب تعالى انت لو قرآن مثلا وعايز تقول مثلا احكام النون الساكنة خلاص، وعايز توري الولاد بشكل عملي درس قرآن عن احكام النون الساكنة، ماشي، الادغام والاقلاب والفاء والاقرار وهكذا. ثم أما بعد، تجدها إما عليها سكون مثل رأس الحاء أو ستجدها ليس عليها شيء. أما التنوين فهو إما فتحتان أو ضمتان أو كسرتان. شفتوا كده؟ طيب يبقى اذا نقدر نقول ان احنا بنقدر نشارك مع ايه؟ مع الطالب بي دي اف وفيديو
فيديوهات على اليوتيوب. طب واحد يقول لي طب انا يا مستر بقى ايه، عايز اعمل الدرس بتاعي على الباوربوينت، اقول لك جميل، الاول هنعلمك ازاي تشتغل على الباوربوينت خلاص، وبعد كده هتقوم انت عامل الدرس بتاعك بشكل لطيف. ما تيجي كده نشوف باوربوينت معمول. كان لسه مستر عمر مع الجروب الخاص من كام يوم كده عاملينه. اتحضرت مستر عمر معانا باوربوينت صح؟ طيب نشوف كده الباوربوينت اين هو. وكنا بنتكلم، كنا عاملين باوربوينت عن السياحة في مصر صح؟ تمام؟ طيب ماشي. اوكي اهو. حلو، خليكم معايا. راح فين اهو؟ وده كنا عاملينه كانت امبارح او اول امبارح هنزل. خلاص؟ طبعا الباوربوينت ايه مميزاته؟ الباوربوينت من مميزاته تسهيل عرض المنهج، المنهج معروض بالشرح والصور والفيديوهات، كله في مكان واحد. ولما نقول ان احنا هنعلمك تعمل باوربوينت، فهنعلمك تعمل باوربوينت احترافي. احترافي، باوربوينت احترافي. ماشي؟ بحيث ان يظهر معاك كده، شايفين؟ تمام؟ كل ده تقدر تعمله، ده فيديو على فكرة، بصوا. هيشتغل ازاي؟ مصر أو كما يطلق عليها المصريين والعرب أم الدنيا، تعتبر من أكثر الوجهات ومناظر خلابة تمثل سياحة. تمام؟ شايفين؟ ازاي حطينا درس عن السياحة، حطينا الأهرامات، شرحناها، طبعًا المدرس بيفضل يشرح العرض التقديمي، بيشرح الأهرامات، والولاد شايفين، بعد كده بينتقل للي بعديها زي ما انتم شايفين. شايفين كمان الصفحة بتتحرك ازاي والكلام بيقلب ازاي، الصفحة بتقلب والكلام بيتحرك. تمام؟ شايفين التقويم؟ حتى لما جينا عملنا السؤال، سألنا الولاد مثلا أين يقع أبو الهول؟ وبعدين الإجابة تحته، ماشي؟ أين تقع الأهرامات؟ وبعدين استنينا الولد يجاوب، وبعدين أظهرنا الإجابة. يبقى تقدر عن طريق الباوربوينت ان انت تحضر المنهج بتاعك بشكل ايه؟ بشكل ملفت وكويس. وفي اكاديميات يقول لك لا، انت لازم يكون عندك موهبه ايه؟ عمل الدرس على الباوربوينت. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده عملنا كام وسيله عرض للطالب؟ مين فاكر لحد دلوقتي؟ فتحنا له ايه وايه وايه؟ ها؟ اللي فاكر كده يعمل راب اب معايا. ها؟ نعمل راب اب مع بعض كده، نلخص. انا ممكن اعرض الدرس بكذا حاجه، انا ذكرت منهم لحد دلوقتي 3 صح؟ ايه هم؟ ها الفيديو، عرض الفيديو تمام، ان انا افتح بي دي اف ويوتيوب وباوربوينت. ممتاز، ممتازين ممتازين، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 3 حاجات، يوتيوب وباوربوينت وفيديو. تمام، ممتاز ممتاز. طيب سؤال بقى لكم، هل فيهم حاجه تتضمن الطريقه التقليديه؟ هل انا لحد دلوقتي شايفين انه جبت ورقه وقلم وقعدت اكتب قدام الطلب زي ما كنت بتشوف انا زمان؟ الاونلاين ده كان عباره عن ايه؟ خلاص فاكرين من 10 سنين كده، يقوم المدرس يلا يا حبيبي ركز معايا، ويقوم مركز الكاميرا على الترابيزه وحاطط اللوح والقلم ويشرح قدامه. ما عادش حد بيعمل كده خالص، بل اللي بيعمل كده النهارده ما بيعرفش يشتغل اونلاين لانه بيشتغل بطريقه بدائيه جدا جدا. خلاص؟ انت كل اللي عليك تتعلم، عشان انت النهارده ايوه زي ما مس اماني بتقول كده اتس مور فن، انت هنا بتعرض الدرس بطريقه بتشد الولد. فيديو المقارنه ما بين الخليه النباتيه والحيوانيه حلو جدا. طب انت النهارده مثلا عندك البريزنت سامبل، ما تجيب اغنيه فيها ولاد بتغني بالمضارع البسيط وتوريها للولاد، هيبقوا انجيجد معاك قوي. طب ما تجيب لعبه تعليميه تخلي الولاد يلعبوها اونلاين، هتلاقي الولاد مشدودين معاك جدا. طب ما تجيب باوربوينت وتخلي باوربوينت بقى، يعني انا عامل باوربوينت على السياحه، ده يعتبر صوره عن السياحه، طب اعمل باوربوينت كده لاطفال صغيره وهات لهم بقى فيها صور متحركه وكرتون والكلام ده كله، وشوف هيتفاعلوا معاك ازاي وانت بتديهم الدرس. خلاص؟ العاب تعليميه، باوربوينت،
فيديوهات مسليه للطفل، يبقى الطفل بيتعلم وهو انجيجد معاك. عارفين يعني ايه كلمه انجيجد؟ يعني ايه؟ ها؟ انجيجد، ها؟ يعني زي ما نقول كده منغمس معاك في الشرح، حابب الماده، متعلق بالشرح بتاعك. خلاص؟ تمام. خلصنا الطريقه الرابعه، متفاعل. خلاص؟ منغمس جوه الدرس، متفاعل جوه الدرس، وهكذا. Yes, involved. Excellent مس دينا. Involved. خلاص؟ كل دي وسائل لازم التيتشر الاونلاين يكون متمكن منها تماما. طيب تعالوا نشوف بقى الوايت بورد. ايه الوايت بورد دي؟ انا ممكن اعمل فيها ايه؟ شويه كده هتلاحظوا ان في سبوره بيضاء فتحت او ابتدت تفتح ما بيني وما بينكم دلوقتي. شايفينها؟ اللي ابتدى يشوف ان في حاجه بيضه بتفتح كده او سبوره بيضه بتفتح يقول لي. ظهرت؟ طب حلو جدا. Very good. Very good. طب تمام، ممتازين جدا. شايفين السبوره البيضه دي؟ السبوره البيضه دي مساحه عمل، كانه سكتش ابيض فاضي ما بيني وما بين الولاد. ممكن اكتب عليه بالتاتش، ممكن لو انا معايا تابلت بقلم اكتب، ممكن لو معايا تابلت اسمه جرافيك تابلت، تابلت لونه اسود كده، هو مش شاشه ولا حاجه، ده هو بيتوصل بالموبايل او بيتوصل بالكمبيوتر. خلاص؟ وبنبدا ان احنا ايه؟ ها؟ نكتب عليه ويوصل للايه؟ ويوصل للطالب. ويوصل ايه يا جماعه؟ للطالب. خلاص؟ طيب السبوره البيضاء هتبان دلوقتي عندكم كلكم دلوقتي. ها؟ هتبان، اعتقد دلوقتي بانت اهي. خلاص؟ تمام؟ يلا بينا. شايفين؟ أنا ممكن لو أنا شغال راجل مهندس، مدرس رياضيات مثلا، مهندس عايز أرسم خطوط، ممكن أعمل هنا مثلث، تمام؟ وأكتب عليه الزوايا بتاعته. شفتوا إزاي الموضوع سهل؟ ممكن أكتب هنا مثلا الزاوية دي 60، تمام؟ والزاوية دي 70، تمام؟ والزاوية دي 80. أوكي؟ ماشي. احسب بقى زوايا المثلث، مجموع زوايا المثلث كام؟ تمام. طيب ممكن كمان تكتب ازاي، ممكن كمان ترسم. لو انت مثلا معاك بين تابلت بقى او قلم تاتش بقى، وعايز بقى ترسم للولاد ايه؟ مثلا تفاعل سربي، رابط 900، مش عارف ايه عايز. ماشي. وبعد ما ترسم ممكن تهايلايت. يعني ايه هايلايت؟ تظلل. بص يعني انا ممكن اجيب كده اللون الاخضر وابدا اظلل الورده دي كده، تمام، وهكذا. طيب شايفين في ناس كمان بترسم معايا؟ ايه ده، هي السبوره كمان تفاعليه يا مستر؟ يعني الطالب ممكن اكتب سؤال امام الطالب وهو يحله؟ ممكن جدا. تعالوا كده نشوف لو كتبنا مثلا مع بعض كده بنكبر الخط، وهل نعتبر ان احنا بنسال الطالب 5 في 25 بتساوي كام؟ بس كده، ادي 5 في 25 بتساوي، تمام؟ اوكي؟ طيب وننتظر ان الطالب يحل، خلاص؟ اوكي. لو انت بقى عندك كمان السبوره دي من خلال الكمبيوتر، اقول لك على حاجه جميله جدا، انت ممكن تدخل في السبوره بي دي اف. ايه ده مستر؟ ممكن احط بي دي اف داخل السبوره؟ اه. وممكن تدخل كمان في السبوره صور، برضه هقول لكم ازاي دلوقتي. ماشي، لحظه كده، هنضيف بي دي اف ونضيف صوره كمان. اوكي، تعالوا يلا نشوف كده. خلاص. ها، مين دلوقتي ظهرت قدامه صوره؟ في صوره لدوره المعلم المحترف اونلاين، وفي صوره تانية من كتاب المعاصر بتاع سنه اولى اعدادي او تانية اعدادي للكلمات. ماشي، دي بي دي اف من كتاب بي دي اف، ودي من ايه؟ ودي صوره للدوره بتاعتنا بتاعت المعلم. ظهرت صح؟ طيب اللي مش ظاهر عنده السبوره يا جماعه يعمل ايه؟ اللي مش ظاهر عنده السبوره يصغر بايده، يلم الشاشه كده كانه بيلم الصوره. عارفه انت بتعملي زوم للصوره؟ يلم الشاشه بايده كده او يتحرك يمين وشمال. لم الشاشه بايدك كده كانك بتصغر صوره، أو اتحرك يمين وشمال. خلاص؟ تمام؟ أنتوا شايفين إن إحنا خلاص؟ ماشي يا جماعة؟
بمجرد ان احنا خلاص نبدا ان احنا نظبط مساحه العمل دي ونكتب ونرسم ونحط اشكال هندسيه، ولو احنا من الكمبيوتر كمان بنقدر نضيف صور ونقدر نضيف PDF، خلاص نقدر نعمل كل الكلام ده بسهوله جدا للطلبه، ودي رابع وسيله من وسائل العرض. خلاص؟ طيب المفروض ان احنا اول محاضره اللي هي محاضره زوم بنتعلم كل الكلام ده. طيب احنا عندنا 6 مهارات، دي اول مهاره خالص اللي احنا اتكلمنا فيها دي بس. طيب ايه تاني يا مستر عندك؟ عندنا في دوره المعلم المحترف الذكاء الصناعي. النهارده تعالوا كده نشوف يعني نظره على ما هو الذكاء الصناعي مع بعض. اوكي؟ وليكن هنفتح موقع كوبايلوت. الناس اللي متابعاني على الفيسبوك، حد هنا متابعني على الفيسبوك؟ حد متابعني على الفيس؟ بيشوف صور الذكاء الصناعي اللي انا بنزلها؟ حد متابعني على الفيسبوك؟ ها؟ مس دينا، اهلا وسهلا. مستر عبد العزيز، تمام. بتشوفوا صور الذكاء الصناعي اللي انا بنزلها على الفيسبوك؟ طيب تمام، اللي مش متابعني على الفيس انا اقدر ان شاء الله ابعت لكم اللينك بتاع البروفايل، وتقدروا ان انتوا تتابعوه. خلاص يعني ممكن ابعت لكم دلوقتي لينك البروفايل، خلاص وتقدروا تتابعوني. تمام، اللي متابعني على الفيس عارف ان انا بحب انزل صور وتصميمات للذكاء الصناعي. طيب ايه موضوع الذكاء الصناعي ده يا مستر؟ ان انا دلوقتي النهارده بقدر اصمم اي صوره بمزاجي من غير ما اكون واحد راجل دارس فوتوشوب، بمجرد بس ان انا اقول للموقع لو سمحت صمم لي بكل سهوله. خلاص صمم لي صوره فيها ولد واقف في جنينه ومبتسم وماسك ورده. خلاص طيب صمم لي صوره لبنت قاعده خايفه لانها ما عملتش الواجب. خلاص ليه اخد بقى الصور دي انا اشرح بيها. اوكي خلونا طيب ندخل كده على سطح المكتب تاني، وهنفتح هذا البرنامج العظيم اللي اسمه كوبايلوت. تمام يلا بينا كده نقول نتخيل تصميم مع بعض. يلا كله كده. ماشي، ده رابط الفيسبوك بتاعه، اللي عايز يدخل عليه يدخل عليه ويعمل لي المتابعة دلوقتي او اضافة. طبعا مش عارف، انا تقريبا ما عنديش مساحة تانية للاصدقاء، بس تقريبا ممكن يعني ممكن تلاقي فيه. خلاص بس طبعا بتشرف طبعا حضراتكم تتابعوني، بتلاقوني بقى انا بنزل حاجات يوميا. خلاص تمام، اهلا وسهلا. طبعا ده حضرتك من زمان معايا، اهلا وسهلا. خلاص طيب تعالوا هنا على الموقع ده، ده برنامج اسمه كوبايلوت، وده برضو بنتعلمه مع بعض. يلا بينا نتخيل صوره. فايه رايكم هنتخيل صوره مع بعض وكل واحد يضيف فيها تفصيله معينه؟ يلا بينا نقترح كده مع بعض في الشات. عايزين تحبوا، شفت تحبوا دي، تحبوا تعملوا صوره عن ايه؟ يلا حد يقترح لنا صورة والباقي هيقول تفاصيل في الصورة. لا ده الموقع مجاني تماما مستر ناجح، الموقع مجاني تماما يا مستر ناجح. خلاص مستر ناجح مظبوط الاسم، تمام. يلا نتخيل صورة، تخيلوا صورة كده واحنا هنضيف فيها تفاصيل. يعني لو قلنا مثلا صورة فصل او صورة حديقة، مين هيتخيل معايا الصورة؟ يلا بينا اقترحوا الأول كده صورة نعملها، ويلا نشوف هنكتبها ازاي. منظر طبيعي لإيه؟ طيب يلا بينا منظر طبيعي. هنقول له قم، ما احنا بنكلمه بالعربي وبالإنجليزي عادي على فكرة، قم بتصميم منظر طبيعي. ماله المنظر الطبيعي؟ صبح ولا بالليل؟ شمس ولا قمر؟ صيف ولا شتاء؟ في ناس ولا ما فيهوش ناس؟ يلا تخيل الصورة بكله. صورة بنت صغيرة تمسك كتاب في منظر طبيعي، يعني قم بتصميم منظر طبيعي تظهر في بنت صغيرة تمسك كتابا. ماشي ايه تاني؟ ها ايه تاني؟ تخيلوا الصورة، اتخيل الصورة، هو ده الذكاء الصناعي النهاردة، اتخيل اللي انت عايزه. تمام، واحنا هنطلع لك الذكاء الصناعي هيطلع لك صوره بالظبط زي ما انت. اوكي يلا صوره بنت صغيره تمسك كتاب في منظر طبيعي. طيب نقدر نقول الشمس مثلا مشرقه. اوكي طب البنت دي ترتدي ايه؟
ها فستان مثلا، تعرفتها دي؟ ها فستان ماشي باللون الأزرق وقبعة، وقبعة حمراء. الله، ايه الوصف الجميل ده؟ ها ماشي، حلو جدا. ايه تاني يا جماعة؟ بس كده، يلا بينا تجلس بجانب شجرة. لا خلاص يا مسالم بقى، انا بقى المرة الجاية نبقى نزود تجلس بجانب شجرة. ما هي تجلس على انها واقفة، على فكرة واقفة وماسكة كتاب يعني. ماشي حلو. بيقول لي سأحاول إنشاء ذلك. ما تيجي نشوف كده إيه، هل ده ينفع معانا كمدرسين؟ ينفع طبعا. انت عارف لو عايز تصمم صورة مصورة، قصة مصورة للأطفال، تمام، عايز بدل ما تقعد تدور على صورة تخلي الصورة تجي لك في نفس الوقت، تمام. الله، ما رأيكم في النتائج؟ هيا بنا ننظر إلى النتائج. ها تمام، ايه رأيكم؟ خلي بالك هو بيطلع لك اربع صور، اربع صور. ايه رأيكم في الصورة الاول بدون كده اي يعني اي حاجة تانية؟ الصورة روعة. لو طلبنا من حد ان هو يصمم لنا مش هيطلع لنا كده، ماشي. ولو قعدنا نتعلم سنين فوتوشوب عشان ايه نصمم صورة زي دي عشان نشتغل بيها، النهاردة بالذكاء الصناعي بنعملها في ثواني، ماشي. ومش بس ده، مدي لك صورة تانية اهي بشكل اخر. هل اللي قلناه كله موجود؟ الدقة بتوصل ان انت كل اللي انت قلته اتكتب، الفستان الازرق، القبعة الحمراء، ماسكة كتاب، الشمس طالعة، واقفة في حديقة. خلاص شفتوا زي ما احنا شفنا كده، شفتوا الصور بجمالها عاملة ازاي؟ خلاص كل ده ببس من الوصف، بس من الوصف، مفسرة بس من وصفة من كلامنا فقط. وادي البرومبت، البرومبت اللي هو الامر يا جماعه. منظر طبيعي تظهر فيه بنت صغيره تمسك كتابا، الشمس مشرقه والبنت ترتدي فستانا باللون الازرق وقبعه حمراء. انت مناع عليك بس انك تقول بس انا عايز اعمل كذا 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 كذا، وهو يطلع لك الصوره. خلاص النهارده انت عايز تعمل بقى صوره حركيه، صوره تعبيرات عشان الولد يشوفها، صوره للخليه النباتيه، صوره للخليه الحيوانيه، مش عارف صوره لايه، صوره لعضو من اعضاء الجسم، صوره للجهاز من اجهزه الجسم. أحياء بقى، عايز مثلا تطبق مثال من الرياضيات على الرافعة، تقول له صمم رافعة طولها كذا قطرها كذا، ترفع مثلا وزن حجمه قد كذا. خلاص يعني النهارده هنقدر نعمل كل حاجة. طب هل استخدامات الذكاء الصناعي بتقف عند هذا الحد؟ لا، أنا عايز أقول لكم كل دي صور مصممة بالذكاء الصناعي، كل ده أنا عامله بالذكاء الصناعي، تمام يا جماعة. يعني موضوع، بصوا كل ده، كل ده معمول بالذكاء الصناعي، حتى تصميمات الاسم. يعني انا عايز مثلا اصمم صور زي دي للولاد، خلاص عشان يفرحوا بيها، برضو عن طريق هيتم التدريب على الموقع ده ان شاء الله. خلاص برضو اقدر ان انا اعمل كده. خلاص تحبوا نجيب حاجة فيها اسم؟ انت تحبوا نجيب حاجة فيها اسم؟ نجيب حاجة فيها اسم، يلا بينا. ممكن أجيب لكم برومبت بالإنجلش أهو. ماشي، ده برومبت بالإنجلش على تصميم اسم لبنت اسمها سارة. ماشي، البرومبتس، نرجع كده للكوبايلوت، يلا نشوفه هيصممها ولا. أنا قلت له بالإنجلش كده اعمل لي 3D لاسم سارة مكتوب بخط لطيف، يعتبر اطفالي شويه، تمام. فهو قال لي ايه، قلت له بقى ولون لي الاسم واعمله لي كده مزخرف ومليان زخارف وجميل ونشد ويكون طفولي ومناسب للاطفال. خلاص طيب، هو قال لي طيب انا هحاول ان انا اعمل لك الكلام ده، ودلوقتي هيبدا يدينا الصور وهتكون النتيجه كالتالي. خلاص طيب، بصوا كده معايا على الجمال دون، خلاص بتاع الاسم، ايه رايكم؟ ها طب واضح ان في بعض الاخطاء، في هنا الدبل ار صح؟ ماشي، هنا مثلا في اي صح؟ طيب هل معنى ذلك ان الذكاء الصناعي 100% بيقدر يجيب الحاجات؟ على بعض المواقع، لسه على بعض المواقع
ولكن النتيجه مبهره باي علم الاحوال. انت مثلا ما تقدرش طبعا ايه، اقدر اعمل شهاده، اقدر اعمل اي اسم، اقدر اعمل اي اسم انا عايزه، اقدر اعمل اي اسم انا عايزه. خلاص طيب، خلصنا من الذكاء الصناعي، نقدر نعمل ايه تاني مستر؟ نتدرب على ايه معاك في الدوره؟ ممكن تتدرب معايا كمان في الدوره على الباوربوينت، وازاي تعمل الباوربوينت اللي احنا شفناه من شويه. ماشي، يبقى زوم، باوربوينت، ذكاء صناعي. طيب الامتحان الالكتروني، انا ممكن كمدرس اونلاين يطلب مني امتحان الكتروني. ولما يطلب منك امتحان الكتروني يعني معناه ان انت لازم تكون عندك القدره ان انت تعمل الامتحان، بدل بقى دوشه بقى ان انت بقى تقول لهم ايه، حلوا الامتحان العاشر يا اولاد في الكتاب المعاصر، او الامتحان وصوروا الامتحان وابعته لي، وكل طالب بيبعت لك وتصحح. طب ما تعمل امتحان اونلاين زي اللي انا هوريه لك دلوقتي ده، امتحان اونلاين. حضرتك ما علينا، اللي انت هتخش هتكتب الامتحان كويس زي اللي ايه اللي انا كاتبه ده، اسم الطالب، ما هي عاصمة العراق، ما هو اسم هذا الحيوان، ما اسم هذا التطبيق. ايه رأيكم، تحبوا تحلوا الامتحان ده؟ يلا بينا ناخد تجربة حية دلوقتي. طبعا الامتحان ده نتعلم ازاي نصممه، تجربة حية دلوقتي للامتحان. يلا بينا خشوا كده على الرابط ده، جوجل فورم. مظبوط يا مزدينا، ازاي احنا ندخل جوجل فورم، ازاي نعمل اي امتحان عليه. خلاص، هل ممكن تزويد الموقع بوصف المادة معينة حتى نستطيع الحصول على اجابات اكثر دقة؟ طبعا يا مس علي، طبعا ممكن نعمل اعلان، ممكن يا مس علي، ممكن. خلاص طيب، ادخلوا بقى على الموقع ده كده وقولوا لي يلا حلوا يلا الاربع اسئلة دول. هتكتب اسمك في الاول، ماشي، هتكتب ما هي عاصمة العراق، هتختار بغداد، هتكتب ما هو الصوت الذي يصدره هذا الحيوان بالانجلش بقى، هو صوت رور ولا ميو ولا بارك، هتختار، سهله جدا. وهتنزل نيم اوف ذيس ابلكيشن، اسم الابلكيشن ده ايه، فيسبوك، انستجرام، واتساب. بس يلا ثلاث اسئله، حل وقول حليت. يلا ها، حل وقول انا حليت. اللي يحل يكتب تم في الشات، تمام، هيفتح معاك الامتحان، هتحل وتكتب تم في الشات بس. اوكي دان مستر علي، تمام. انا شايف ان في ناس حلت اهي، شايف، بص انا شايف في رقم عندي اهو، طبعا 21 دي مش الناس كلها، لان كان في ناس قبليكوا حل عليه. بس نقدر نقول لو رحنا عند رقم احنا كنا قلنا كام، من اول رقم 19 تقريبا، اول حد مس اماني عبد الغني موجوده معانا صح، ومستر علي سماره موجود معانا صح، كريم السيد موجود معانا، مستر كريم موجود معانا ولا ده قديم، هنشوف. وتاني مين تاني، ومستر مس عرضيه، ماشي اهلا وسهلا. مس رشا، تمام. مس هبه طله الشبراوي، ماشي. مس مروه محمد، خلاص. الرابط ايه، الرابط اللي بنعمل منه الامتحانات اسمه جوجل فورم، اسمه جوجل فورم، forms.google.com، اهو ابعته لحضرتك تاني اهو. الامتحان نفسه ولا الرابط بتاع الموقع؟ انت قصدك الرابط اللي بننشئ منه صح، اهو ده الرابط اللي بننشئ منه، هبعته لحضرتك دلوقتي اهو، اهو ده الرابط اهو، خلاص اخر واحد ده، تمام، ده الرابط. هنتعلم بقى ازاي ان احنا نحط الايه الامتحانات دي، كمان درجاتكم طالعه قدامي، يعني انا محدد اصلا الاجابات الصح، محدد ان عاصمه العراق هي بغداد، ومحدد ان الصوت ده بتاع القطه ده ميو، ومحدد الابلكيشن دي اسمها واتساب، قايل له على الاجابات الصح بحيث ان هو يعلم ويديك الدرجه. خلاص تطلع الدرجه عندك، وانا كمان يجي لي نسخه باجاباتك ودرجتك، تمام. دي برضه مهاره هنتعلمها. واخر مهارتين، التصميم بكانفا، نقدر بقى عن طريق برنامج كانفا ان احنا نعمل ايه، نعمل شهادات تقدير للطلاب. تعالوا كده نشوف، انا هفتح لكم موقع كانفا اوريكم ازاي ان احنا ببساطه ممكن نعمل شهاده تقدير للطلاب، اوريكم شهاده تقدير ممكن نعملها في ثواني في ثواني في ثواني كده مع بعض. اوكي نيجي هنا مثلا، ممكن نقوم قايلين له اعمل لنا شهادة تقدير، يلا بينا.
هنيجي اهو اكيد. بس معايا كده ان انتوا شايفين موقع كانفا موجود على الشير ولا مش ظاهر؟ سيرتيفيكت سيرتيفيكت سيرتيفيكت، يلا هنقول له سيرتيفيكت كده. يلا نختار شهادة التقدير، ممكن نقول له سيرتيفيكت مثلا كيدز مثلا، لو انت مثلا شغالة تأسيس عايزة كده سيرتيفيكت فيها أشكال طفولية للولاد، صح؟ ممكن نعملها. أوكي، أنتوا فاهمين معايا القصة يا جماعة؟ تمام؟ ونقوم جايبين شهادة زي دي كده ونقوم معدلين عليها كل اللي بتعمله على كانفا. أنت بتتعلم بقى إزاي تكتب. أوكي يا جماعة؟ يلا بدل، شايفين الكلام ده؟ شايفين الكلام المكتوب بالإنجلش ده؟ هنشيله، بدل كلمة certificate هنكتب إيه؟ ها؟ شهادة تقدير، وهنكتب هنا للتفوق في العام الدراسي، وهنقوم كاتبين كده مقدمة إلى مقدمة إلى، تمام؟ وهنكتب مثلا حنين حسام، اسم الطالبة حنين حسام، أي اسم، خلاص ماشي. ها، وذلك لتفوقها ماشي في العام الدراسي مثلا. يعني عايزة بقى تعملها على امتحانات الشهر، على امتحانات نص السنة، على امتحانات آخر السنة، ها طلعت الأولى، ماشي. إيه رأيكم في الكلام ده؟ وأنا هكتب هنا مثلا مستر أحمد الهنداوي، تمام، مدرس اللغة الإنجليزية. الشهادة اتعملت في قد إيه يا جماعة؟ ها، اتعملت في قد إيه الشهادة؟ في ثواني، خلاص؟ مدرس اللغة الإنجليزية. يلا نشيل الكلام ده من هنا كده، مش عايزينه. ها، أوكي، نكبر شوية. اوكي طيب، نشيل اللوجو اللي فوق ده مش عايزينه، نطلع دي كده، نظبط كده شويه. مستر انت شغال بسرعه قوي ليه كده؟ اصل احنا مش بنشرحها، احنا بنعرض اللي احنا نقدر نعمله بيها، خلاص تمام. بس انا ممكن في ثواني كده اظبط لكم الكلام، اخلي مثلا الكلمه كده، وخلينا مثلا نخلي شهاده تقدير كده تفوق في العام الدراسي دي، نخليها مثلا بالخط اللغة العربية اسمه بهجة، أهو بهجة، بص خط فعلا مبهج يعني، ماشي. مقدمة إلى دي برضو خليها بهجة أهي، مقدمة إلى العام الدراسي ده بهجة برضو. أوكي بس كده. إيه رأيكم إن أنا ممكن كمان أضيف صورة الطالبة الصغنطوطة اللي عندي، خلاص، وممكن أعمل لها صورة بالذكاء الصناعي، ماشي، وممكن أضيف صورتها هي، انتوا فاهمين معايا القصه، خلاص. وفي الاخر هتحمل الشهاده. طب وبعد كده يا مستر هتغير اسم حنين حسام دي وتحط اسم الطالبه الثانيه، وتقوم محمل الشهاده، وفي ظرف 5 دقائق تكون عملت 50 شهاده ل 50 طالب عندك بكل سهوله جدا. ايه رايكم في الامر؟ تمام، هل الموضوع سهل ولا هل الموضوع صعب؟ ها، اوكي، ونفترض ان دي البنت، طبعا هي مش البنت طبعا، لكن انا ممكن احط صورتها هنا. اوكي، واعمل ايه؟ انزل الشهادة. يلا بينا، طب ما تيجي ننزلها كده على الكمبيوتر ونفتحها ونشوف حلوة ولا لا، ودي اخر حاجة ان شاء الله هنشوفها علشان نقدر برضو العيشة بتأذن اهي، تمام. طيب ايه رأيك في الشهادة؟ بص كده، دي الشهادة بعد ما ظهرت. طبعا كتابة سريعة معلش، بس يعني كان المفروض نظبط مستر احمد هنداوي اللي تحت دي برضه، خليها نفس الخط، تمام. ها، شفتوا الشهادة؟ رائعة، تمام. في ثانية قدرت تعمل شهادة تقدير للطالب بتاعك. اوكي، طب ممكن اعمل اعلان لنفسي يا مستر على نفس الموقع؟ اه، ممكن اعمل بوست فيسبوك شكله حلو وبصورة جميلة، ممكن اعمل اعلان حجز الدروس وبدء العام الدراسي والكلام ده بطريقه احترافيه. اه، في بتلاقوا اعلانات عندي في الجروب، صح؟ واحد يقول لك انا مصمم، مش ما تعتمدش على حد، اعتمد على نفسك. الدوره دي هتخليك تخرج بتعتمد على نفسك. اخر حاجه هناخدها في الدوره ان شاء الله هو الذكاء الصناعي، لكي لا اطيل عليكم، اسف في التسويق الشخصي،
خدنا الذكاء الصناعي قلنا عليه. التسويق الشخصي ان احنا نتعلم ازاي نعمل ماركت لنفسنا. يعني ايه ماركت لنفسنا؟ انا دلوقتي عرفت كل المهارات دي يا مستر بس ناقصني طلبه، هشتغل في اكاديميه اخد خبره، اشتغل في اكاديميه اخد خبره. لو انت الفلوس عايز تاخد خبره اونلاين تتفاعل بقى ومعاك طلبه جاهزين ومجموعات و خلاص، ممكن تكون في بعض الاكاديميات فلوسها كويسه، ممكن بعض الاكاديميات فلوسها مش كويسه. طيب انا عايز اشتغل لوحدي يا مستر، يبقى انت محتاج محاضره التسويق الشخصي عشان تعرف ازاي بنجيب الطلبه، عشان تعرف الطريقه اللي هشاركها مع الناس خلاص في الدوره. زي ما احنا النهارده 28 واحد موجودين، ازاي انت برضو تجيب طلبه وتخش معاهم خلاص. تمام، الدوره تنفع من خلال الكمبيوتر، تنفع من خلال الموبايل، كل الحاجات دي نقدر نعملها من خلال الكمبيوتر او من خلال الموبايل. يمكن الباوربوينت بس هو اللي سنه صعب على الموبايل، بقيه المهارات كلها بتتنفذ على الموبايل. تمام، فلو انت عندك موبايل ما عندكش كمبيوتر عادي جدا هتشتغل، لو انت عندك كمبيوتر وموبايل حلو جدا من الاثنين، ولو كمبيوتر بس برضه هتشتغل وهتكون يعني منتج اكتر، لان الكمبيوتر بينزل عليه برامج فوتوشوب بقى وحاجات الكلام ده مش موجود على الموبايل. خلاص ان شاء الله باذن الله احنا عندنا الدوره يوم الاربع، يوم الاثنين القادم. النهارده ايه؟ النهارده الجمعه صح؟ يوم الاثنين القادم الدوره هتبدا، هي مع بتقعد اسبوعين بالظبط، ست محاضرات مكثفه، هبدا الاثنين، اثنين اربع سبت، اثنين اربع سبت، ست محاضرات فقط، هتبقى سبت واثنين واربع الساعه 8 مثلا بتوقيت مصر، مده المحاضره ساعه ونص، يعني من ساعه لساعه ونص كل مره مهاره. طب افرض يا مستر الساعه 8 دي انا مش فاضي او انا مش فاضيه، الدورة بتتسجل زي ما محاضرة النهاردة هنسجلها، الدورة بتتسجل وبتكون موجودة على قناة تليجرام خاصة بالمشتركين، الناس اللي بتشترك معانا. النهاردة ليكوا خصم يعني 60% من قيمة الدورة للي هيدخل معانا النهاردة وهيلتحق بدورة يوم الاثنين إن شاء الله. طيب أنا مش فاضي خالص لا ألتحق بالدورة ولا أشوف الفيديوهات، إحنا بنعملها مرتين في الشهر. أوكي؟ مستر عمر لسه ليكم محاضرة، طبعا لسه ليكم محاضرة إن شاء الله في الدورة بتاعت بكرة الخاصة، آخر محاضرة بكرة إن شاء الله، التسويق الشخصي بإذن الله مستر عمر. تمام، هيبقى إن شاء الله في ديسكاونت كبير زي ما قلنا 60% من الإيه تكلفة الدورة الحالية اللي هي المدعمة بعد الدعم 1000 جنيه خلاص. تكلفة دلوقتي الخصم 60%، يعني الدورة ب 400 جنيه بس، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده مخفض للمدرسين. خلي بالكم خصم مش موجود اكتر من الشهر ده والشهر الجاي بالكتير خلاص، بعد كده مش هيبقى في خصم كبير كده، هو معمول لل يعني للناس المدرسين وكده، عشان طبعا نقدر ان احنا نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد الجميع بامر الله. خلاص بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتوا النهارده، ان انا قدرت اضيف لكم حاجه جديده يعني في المهارات بتاعتكم، فتحنا ليكم فكره عن مهارات العمل اونلاين وازاي احنا نقدر نشتغل اونلاين. محاضره النهارده ان شاء الله مسجله، اللي عايز يتواصل معايا بالنسبه للاشتراكات تمام، انا موجود معاكم على جروب المعلم المحترف او من خلال رقمي اللي انا بعته ده واتساب تمام، اهو 010-21-61-2626 على الواتساب، نتواصل ان شاء الله، واللي حابب يكلمني انا تحت امركم في اي وقت، وان شاء الله نشوفكم على خير. والمحاضره هتترفع على اليوتيوب كمان 10 دقائق اللي احنا حضرناها النهارده دي، تتفرج عليها تاني او تبعتها لاي حد برضو حابب تدخل حد معانا في الجروب، ما فيش اي مشكله خلاص، ونشوفكم على خير ان شاء الله في محاضره قادمة من دورة المعلم المحترف. بشكركم جدا، نشوفكم إن شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة، وإياكم يا رب العالمين، وإياكم آمين يا رب، شكرا، شكرا، مرسي.